witch. في witch, witch يعني أيهم. وده twist كان جديد أول مرة ناخده. اسمه witch. witch معناها إيه witch؟ witch معناها أيهم. ودايماً witch بنستخدمها في حاجة اسمها choose. يعني إيه choose؟ يعني نختار. يعني نختار حاجة من الحاجتين اللي أنا عاملة عليهم مقارنة. أو أقول أختار حاجة من المجموعة كتير اللي أنا عملت عليها تفضيل. يعني مثل لو أنا دلوقتي عندي عربية كار، يلا سلمى معايا يا سلمى، لو أنا عندي عربية كار وعندي أوتوبيس باص، أوكي مين الأسرع؟ الأسرع لو إحنا هنتكلم عربية ممكن تكون أسرع من الباص عشان الباص بيكون تقيل، يبقى العربية هي الفاست، العربية هي الأسرع. طب أنا دلوقتي عاوزة أتعلم أعمل كويستشن وأقول أيهم أسرع، العربية ولا الأتوبيس؟ فأول حاجة هكتبها يا سلمى which. أول حاجة هكتبها إيه؟ سلمى افتحي المايك معايا. which؟ أيوة يا مس. which is the fastest. Which, sorry, which one is the fastest? Which one is the fastest? يعني مين فيهم الأسرع؟ Which one is the fastest? مين فيهم، مين فيهم إيه الأسرع؟ هل العربية ولا الباص ولا البايك؟ يبقى الكويستشن بتاعنا اللي هنتعلمه النهاردة اسمه إيه يا سلمى؟ عرفتي قولي which. which. Which one is the fastest? Which one is the fastest? يعني مين فيهم أسرع؟ طب يلا جاوبي لي كده، هو مين فيهم الأسرع؟ الباص والكار. لا لازم نختار واحدة بس، الباص ولا الكار؟ الكار طبعا. يبقى نقول إيه أول حاجة؟ the car. مش انا اللي جاوبت. طب قولي يا سلمى اهو ذا كار. ذا كار از فاستست. ذا كار از ذا فاستست، يعني الكار هو الايه؟ فاست. الفاستست اسرع واحد فيهم. طب يا رودينا، رودينا لو انا عندي رودينا الانيمالز وعايزة أقول مين أطول animals، أيهم الأطول، هنستخدم مين الكويشن بتاعنا؟ which. which. which what؟ which. which one. which one is. which one is. the. the. هو لازم نحط one يا مس هنا ولا إيه؟ أو لازم one. which one، which animal، which، المهم which حاجة اللي احنا بنختار منها. أيهم which، أيهم يعني which أي حاجة، يعني يعني بسأل على حاجة عايز أسأل ما بين اتنين. يلا which one is the أطول واحدة أطول tallest. tallest. أوكي طب يلا جاوبي لي بقى، هو which one is the tallest من الأنيمالز اللي عندنا؟ جيراف. يبقى نقول ايه؟ ذا جيراف. كملي. ذا جيراف از ذا تولست. بس كده، ذا جيراف از ذا تولست. الزرافه هي اطول واحده فيهم. طب يا عبد الله لو انا عايزه اتكلم يا عبد الله عن big، الاكبر، الاكبر في الحجم، big elephant. طب نقولها ازاي؟ نقول ازاي question بتاعنا؟ عايزين نسأل لسه which one is the biggest. مين فيهم الأكبر؟ which one is the biggest. طب يلا جاوب بقى، انت قلت ان الإليفانت هو الأكبر، هنقولها ازاي؟ animal. ممكن animal وممكن ما تحطش
يبقى the elephant. هنا بقى بص اقول لك على حاجه يا عبد الله. هنا the مع الاليفانت هنقولها the elephant. The elephant ماله؟ علشان في باول بنجيب زي عشان في باول بعد زي الباول يبقى بننطقها زي. The elephant is the biggest. The elephant is the biggest. يعني الإليفانت هو أكبر حيوان عندنا في الأنيمالز. فتعال نتكلم يلا عن الفصل بتاعنا. تعال نتكلم عن الفصل بتاعنا يا أنس. ونقول إن مين أطول واحد في الفصل بتاعنا؟ هنقول إزاي؟ هنسأل أيهم؟ مين هي الكويشن بأيهم؟ يا أنس مين الكويشن بأيهم يا أنس؟ نورين مين الكويشن بأيهم يا نورين عشان نقول إن مين أطول واحد في الفصل بتاعنا؟ الكويشن ويتش ويتش وات؟ وان ويتش وان. طب لو أنا عايز أقول بقى أي ولد وان دي ممكن نحولها لإيه يا نورين؟ بوي ويتش بوي يس. طب لو عايز أقول أيهم من البنات مين فيهم من البنات؟ ويتش جيرل جيرل يعني لا جيرل واحدة بس. أنا عندي ويتش وان أنا بختار واحد من المجموعة لازم أستخدم سينجلر لازم أستخدم سينجلر يعني مختلف. بقول لي بقى عايز أقول أي ولد الأطول which boy which boy taller is no في مين الاول is the taller is the taller or tallest tallest يبقى which boy is the tallest مين الولد اللي هو اطول واحد فيهم which boy is the tallest. اوكي دلوقتي بقى هنتكلم مع بعض هجيب لكم حاجه نحل على الجزء ده على الكومبليتيف والسوبليتيف اللي احنا اتكلمنا عنه. ماشي الحصه خلصت؟ لا لسه ما خلصتش. انا بقول هنجيب حاجه نحل عليها يا سلمى. نختار مين؟ رغد. رغد فهمت يا رغد الكلام ده؟ رغد يا رغد بص مع بعض الاكسرسايز ده عن المقارنه والتفضيل اللي احنا لسه شارحينهم. تعال نشوف هنختار ايه من الاختيارات اللي عندنا. رغد معايا يا رغد؟ هلا يا رغد. لو انا عندي يا رغد زي ويل والويل هنا يا رغد معناه الحوت. The whale is face than the crab. هتختاري ايه يا رغد؟ هنا دي اسمها مقارنة. يعني ايه مقارنة؟ عشان انا عندي ويل وعندي كراب، عندي حوت وعندي كراب اللي هو سرطان البحر او سرطان البحر. دي مقارنة. هتستخدمي big ولا bigger ولا biggest ولا the biggest؟ لما نيجي نقارن بين حاجتين بنحط الصفة بتاعتنا من غير حاجة ولا ER ولا EST؟ EST. لا لما نقارن عشان هي ما حضرتش الحتة الأولانية ففتايها معلش. طب ما سمعتيش ليه الفيديو؟ بتاع إمتى؟ بتاع المرة اللي فاتت. معلش يا مس. طب خلاص اوكي تعالي يا هاجر. انا هنا يا هاجر عندي زويل الحوت وكراب اللي هو سرطان البحر. يعني عندي اتنين. طالما عندي حاجتين يبقى دي مقارنه. هتستخدمي ايه من الاختيارات دول؟ هاجر هنختار ايه؟ بي اللي هي bigger. ليه bigger وعملنا لها دبل جي؟ عشان دي اسمها comparative مقارنة بين حاجة وحاجة بنحط الصفة بتاعتنا فيها ER. اوكي اسامة لو انا عندي اسامة the crab
كراب اللي هو سرطان البحر، والحوت اللي هو الحوت. تفتكر سرطان البحر اللي هو زي عم سلطع بتاع سبونج بوب، faster ولا bigger ولا smaller ولا fatter عن الحوت الكبير؟ سرطان البحر بالحوت هيكون أسرع ولا أكبر ولا أصغر ولا أدخن؟ هاي أسامة. لا، سرطان البحر عم سلطع، سلطع صغنن. بص كده، بص كده في البيكتشر دي، ده هو الكراب، سرطان البحر زي مستر سلطع اللي في سبونج بوب. ده هو الحوت. هل سرطان البحر أكبر من الحوت؟ نو. يبقى سرطان البحر اللي هنبدأ بيه ذا كراب، هنختار بيجر ولا سمولر؟ سمولر. مش احنا قلنا الاسم اللي احنا نبدأ بيه هو اللي بياخد الصفة، فهنا الكراب ما ينفعش يكون أكبر من الحوت، لازم يكون ايه؟ أصغر من الحوت. ودينا، ودينا الكويشن بتاعنا يا ودينا، لما نيجي نتكلم عن مقارنة أو تفضيل بنختار ايه؟ where، which، when، what. which one, which one is bigger than هل مين فيهم الأكبر، الدولفين ولا الأكتوبوس؟ إكسلنت يا رودينا. طب يا عبد الله، نمبر 4. نعم. ذائيل. إيه يا عبد الله؟ هو ثعبان البحر. ذائيل إز، والدولفين اللي هو الدولفين. الإيل ثعبان البحر ده رفيع جدا، نختار bigger، thinner، better، faster. thinner يعني ايه؟ thinner يا عبد الله اخدناها ارفع واحد فيهم. اوكي انس موجود؟ موجودين يا مستر. خلاص، لو انا عندي انس fast، well اللي هو الحوت، و is و that، عاوزين نكون sentence زي كده، هنبدا بمين اول حاجه؟ تبدأ بإيه؟ بقول الحوت يا مس. ويل 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 بيبس. بنبدأ بزا، زا ويل. ماله زا ويل؟ إز فاست، يعني الحوت بتاعنا يكون سريع. زا ويل إز فاست. طيب يا سلمى، عايزين يا سلمى نرتب مع بعض نمبر 3 يا سلمى، دي مقارنة متلخبطة عايزين نرتبها. عندك هنا is وزان وفاستر وزا شارك اللي هو القرش وزا اوكتوبوس، هنبدأ بمين أول حاجة؟ ذا شارك. ذا شارك is فاستر than the octopus، يعني القرش أسرع من الأكتوبوس بتاعنا. The shark is faster than the octopus. نورين، نورين. مع حضرتك يا مس. نورين هنا بقى بيسألك، هل عاوز يبدأ بدل ما الاسم نبدأ مس الصورة باهتة بحل؟ طب أنا حاول أمسكولك كده عشان أقرب لكم الورق. ماشي؟ تمام. تبدأي بمين أول حاجة؟ أنهي سؤال؟ نمبر 4. يلا نورين. Is Miss is yes. Is what is a is the well زي the shark is the... بدأنا is عشان نقول هل. Is the well is the well there slower، الصفة بتاعتنا slower. نعم. slower is the well يعني slower. slower slower than than eel. يعني هو بدل ما كون عندنا مقارنة، سأل question بمعنى هل. هل الحوت يكون أبطأ من الثعبان البحر؟ أنت تجاوب براحتك بيس أو تجاوب براحتك بنو. المفروض هنا بقى الكويشن الثاني، إن أنا عندي animals
اللي هم مارينز او حيوانات بحريه، مارينز زي شارك، ويل، دولفين، كراب، اوكتوبوس، ايل. وعايز منك ان انت تعمل سنتنسز، جمل عليها بتتكلم عن المقارنه والتفضيل، يعني المقارنه اللي اخذناها او التفضيل اللي اخذناه. تمام كده. شكرا. يساعدني يعمل واحده معايا. انا ماشي. قولي نورين. انا بعد كده سلمى وبعد كده نورين. خلاص انا قلت نورين الاول. يلا نورين. بس وانا عبد الله كان سي اشعر. بس وانا عبد الله. اوكي عبد الله كده. نورين قالت اي كان سي اشعر، يعني هي شايفه شارك. طب انا عايزه يا رداينا دلوقتي اعملي لي مقارنه بين تو انيمالز عندك. ذا دول The dolphin. Dolphin. Is smaller. Smaller. أصغر. Than. Well. الحوت. الدولفين يكون أصغر من الحوت. Excellent يا رودينا. طب يا سلمى. يلا سلمى عملي لي حاجة تانية يا سلمى. لو عايز أسميهم قولي لي وأنا أقول لك أسميهم. مش هو ثعبان البحر بالانجلش ايه؟ ثعبان البحر اسمه ايل. ذا ايل سينر. ذا ايل از سينر. يس. ذا شارك. ذا شارك. ذا ايل از سينر. ذا شارك. اكسلنت يا سلمى. يلا يا عبد الله. The dolphin is beautiful. The dolphin is beautiful. Okay, كده دي مش مقارنة، دي سنتنس عادية. طيب يا هاجر فكري كده تاني في سنتنس. هاجر. ممكن تقولي لي هاجر مثلا ان الحوت اكبر حيوان فيهم. هنبدأ بإيه أول حاجة؟ هاجر. ذا يس إز بيجر. ذا بيجست. لا إحنا عايزين نعمل تفضيل بقى. ذا بيجست. ذا بيجست. ذا بيجست أنيمال. أوكي. أنا دلوقتي خلصت الجزء بتاعنا.